لاستخراج البطاقات الذكية، ما كناش متخيلين مشكلة كبيرة للدرجة دي. والواضح كده ان الحكومة ما عندهاش حلول للأزمة، ما عندهاش حلول للتعامل مع الشركة القابضة ومشكلة نقص السلع، حتى ما فيش حد بيحاول يطمن الناس او يتكلم عن اسباب الأزمة وازاي ممكن تتحل. احنا امبارح حاولنا نتواصل بالمسؤولين، هنحاول النهارده كمان، اتصالات من مختلف محافظات الجمهورية لم تنقطع من امبارح، شكاوى بالمئات، الوزارة رفضت تخش معانا على الخط امبارح عشان ما عندناش او ما عندهاش هي جديد تقوله، لكن وزير التموين الحقيقة اطاح ب 28 من قيادات في الشركة القابضة للصناعات الغذائية على خلفية الحلقة، ودي أكبر حركة تغييرات ممكن تشهدها الشركة. الوزير في بيانه قال إن الحركة دي بتستهدف ضخ دماء جديدة وفكر متقدم عشان مواكبة التطورات العالمية، لكن الحقيقة في موضوع الإقالة هو بسبب إنهم مش قادرين يوفروا السلع الغذائية للمواطنين، ودي خطوة كويسة جدا، لكن السؤال هل القيادات الجديدة تقدر تحل المشكلة وإمتى؟ هل عندهم جدول زمني؟ عندهم استراتيجية للحل؟ لازم يكون عندهم رؤية واضحة. احنا قدام حقيقة واحدة، هي ان احنا تقريبا محتاجين 3000 طن زيت يوميا، مش متوفر منهم الا 1000 طن بس، عندنا يوميا عجز ونقص 2000 طن، هنوفرهم ازاي؟ ده السؤال اللي لازم وزارة التموين ترد عليه، وما نلاقيش مواطن زي بتاع امبارح المتصل اللي قال لنا انه انا باخد من التموين عصير ونسكافيه، هفتح الكيس العصير اقلي البطاطس، هفتح كيس عصير عشان اعمل مكرونه. المساله بقت ساخره الى حد كبير. النهارده مستمرين معاكم في فتح ملف التموين، اللي عنده مشكلة يكلمنا وإحنا هنتواصل معاكم طول الحلقة عبر التليفون على الأرقام اللي بتظهر قدام حضراتكم على الشاشة والظاهرة دلوقتي معاكم. هنوصل صوتكم وشكواكم للمسؤولين لعل حد يسمع ويستجيب في وزارة التموين. خلونا دلوقتي نشوف آراء المواطنين في محافظة سوهاج. أهم المشاكل اللي بيتعرضوا لها سواء في استخراج البطاقات أو نقص السلع أو أي مشاكل تانية، نشوف التقرير ونرجع نستقبل مشاركاتكم التليفونية. الرز والسكر وغير أسعار اللحمة برضو هي نقص، يعني نقص رز من 4 شهور أو 5 شهور. ما خدتوش الحصص؟ لا لا رز ولا زيت. الرز عندنا في الصعيد عامة الحكومة غير مصرح بيه، وزير الزراعة غير مصرح بيه إنه هو يزرع في الصعيد، ودي المشكلة الأساسية. نرجع من السيد الوزير ان يسمح لنا بزراعه الرز في الصعيد عشان تحل المشكله، عشان تحل مشكله الرز في الصعيد. مشكله السلع الغذائيه والتموينيه، الزيت بتاع الحكومه بتحاسب علينا نفس السعر اللي بره مع انه لا يصلح مش جيد. هنرجع نستقبل اتصالات التليفون، اتصالات المواطنين. ريهام من